يسعد ايامكم اعزائي المتابعين بكل خير ورحمه. راح نطبق مع بعضنا بسكويت بالسمسم، واكون سعيده جدا بمتابعتكم للقناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد الى جانب لايكاتكم. Dear viewers, welcome to your channel. Today we make together sesame biscuits. Really, I'm happy with your likes and subscribe. أجي الخطوة الأولى، أضيف 200 جرام من الزبدة، عليهم بيضتين، كوب من السكر، فانيلا، ملعقتين حليب بودر، وأخلط المقادير مع بعض وأضيف عليهم دقيق بالتدريج. هنا احتجت إلى 3 أكواب لين يتحول عندي الخليط إلى عجينة لينة وناعمة في نفس الوقت مثل ما هو ظاهر عندي بالفيديو. First step, mix 200 grams of butter, 2 eggs, 1 cup of sugar, vanilla, 2 spoons of powdered milk. Mix together, then add 3 cups of all-purpose flour until transfer mixture to soft dough, as you see in the video. بعد كده أجي أفرد العجينة وأقطعها بالشكل اللي أنا أرغب فيه، وأغطيها بطبقة من السمسم المحمص مع الهيل، وأدخلها على الفرن على درجة حرارة 160 ما بين 10 إلى 12 دقيقة. Second step, spread the dough and shape it as you like. Later, cover it with roasted sesame with cardamom. Then put in a preheated oven at 160 for 10 to 12 minutes. وكذا بسكويتنا جاهز وصحة وعافية. Now our biscuit is ready. Enjoy it.